تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا، لن أقول في الحلقة أخرى ولكن هي الحلقة الأخيرة بالفعل من هذا البرنامج الذي شرفت أن أكون فيه مع ضيف الحلقات الدائمة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به الآن ضيفا. في حقيقة الأمر هذه آخر حلقة نلتقي بحضراتكم فيها بمشيئة الله تعالى، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة هذه الأيام الطيبة المباركة، سواء هذه الأيام التي افتقدناها بالفعل وهي شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن الذي نفتقده جميعا، أو هذه الأيام المباركة أيضا وهي أيام العيد المبارك عيد الفطر، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ولذلك لن نتكلم عن نقاط صدام، ولكن نحن نجمل الآن ونلخص ما تحدثنا فيه في هذه الحلقات في أكثر من 29 حلقة بالفعل تحدثنا فيهم عن المسلمين في شتى بقاع الأرض، ما حالهم، ما شؤونهم. وكما قلنا نحن نتحدث في هذا البرنامج، وهذا كان هدف الدكتور في البداية، لأننا قلنا في بداية الحلقات من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه الصحيح الشريف مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نلتقي مع ضيف الحلقات الدائم الأستاذ دكتور راغب السرجاني، أهلا وسهلا ومرحبا وكل عام وأنت بخير. وحدك بخير طبعا دكتور راغب. احنا هنختم وكأني ببدأ، يعني حتى لا ننتهي مع المشاهدين الكرام، ولكن هو ختام لبداية إن شاء الله بإذن الله أعتقد هي بداية صحوة للعالم الإسلامي والشارع العربي جميعا الذي يقدر دائما هذه المواقف. لا أعتقد أننا قلنا، وأدعو من الله أن لا تكون كلمات فقط ولكن أتمنى أن تكون أفعالا، ماذا نقول ونلخص ونجمل في هذه الحلقة الأخيرة لمشاهدينا الكرام عن نقاط الصدام التي تحدثنا فيها في الحلقات الكثيرة الماضية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية طبعا نهني الأمة الإسلامية بهذه الأيام المباركة، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. واحنا بنقول ان النقاط التي تحدثنا عنها في هذه الحلقات هي مجرد امثله لنقاط كثيره جدا موجوده في العالم الاسلامي من نقاط الصدام. نعم. واحنا ما بندرسش هذه النقاط لمجرد البكاء على اللبن المسكوب. صحيح. او الحزن على احداث تحدث للامه الاسلاميه هنا او هناك، ولكن نريد ان نخرج منها بدروس وعبر وفوائد ونصائح عملية نستطيع بها أن نغير من أوضاعنا وأن نعود لمكانتنا التي أرادها الله لنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في وصف هذه الأمة الكريمة على كل ما فيها من هذه المشاكل وعلى كل الصدمات التي تحدثنا عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. صحيح. يعني هذه الأمة فعلا خير أمة، هي لها كبوات ولها مشاكل تحدث مع بعض، مع بعض الفترات، لكنها تعود من جديد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن تعود من جديد الأمة الإسلامية إلى حقيقتها وإلى مكانتها وإلى وضعها الذي أراده لنا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا غير كل منا ما بنفسه فإن الله لا يغير ما بقوم. بالزبط. حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا عايز بقى أقف وقفة مع المشاهد وأقول يا ترى إيه اللي حصل عشان تحصل كل هذه النقاط الصدام؟ ليه إحنا ابتلينا مرة واثنين وثلاثة وعشرة؟ صدام في التركستان، صدام في جنوب السودان، في وادي النيل، صدام في منبع النيل يعني، صدام في الصحراء الغربية، في سبتة ومليلة. دي الأمثلة اللي قلناها في هذه الحلقات. ليه كل هذه الصدامات والصراعات؟ بالظبط. ليه كل هذه المشاكل؟ أنا بقول المشاكل دي بتحصل دوما، بس بتكتر في أوقات وبتقل في أوقات. متى تكثر هذه الصدمات؟ ده اللي احنا عايزين نحلله عشان نعرف ليه العالم الإسلامي دلوقتي مليء بالصدمات. احنا قلنا قبل كده في حلقة سابقة على الحلقة الأولى ان اول او اهم شيء بيتصارع حوله الناس الدنيا، فاذا كانت الدنيا يعني عالية جدا في عيون الناس فتحدث مثل هذه الصدمات. طب الدنيا موجودة على طول، يعني الأموال طول عمرها موجودة والغنائم موجودة والسلطان موجود والأملاك موجودة والأراضي موجودة، وسيلة. إيه اللي حصل؟ يعني إيه اللي بيحصل في زمن معين نتوحد فيه ونتقدم، وإيه اللي بيحصل في زمن آخر نتفرق فيه ونضعف؟ أنا في تحليلي بعد ما شفت هذه الأحداث كلها وتجولنا في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربي، أنا أقول لك إن من كبرى المشاكل البعد عن الدين حقيقة. والكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده كلام واقعي وعملي جدا واضح جدا وله دلائل. يعني إذا اقتربنا مثلا من الأزمة الاقتصادية المالية العالمية اقترب فيها العالم من الإسلام،
ولكن لم يقولها صريحة مدوية. صحيح. يعني كل البنوك تحاول أن تخفض مثلا فوائدها لنقطة الصفر. هو طبعا يعني الشرع الإسلامي هذا قلنا يعني. قبل كده أن الشرع الإسلامي فعلا محكم، ما في قانون من القوانين اللي موجودة في الشريعة الإسلامية تقدر تقول أن في نقطة ضعف ما أو في نقطة قصور ما. هذا تنزيل من حكيم حميد، هذا شرع ربنا سبحانه وتعالى أحكمه وأبدعه لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. فأنا بقول أن بعدنا عن الدين بيخلينا نحل المشاكل بشكل غير عملي وشكل غير واقعي وشكل غير مجدي، ونضيع وقت طويل قوي قوي قوي، نقع في مشاكل كبيره، ونتخذ العدو صديقا، ونتخذ الصديق عدوا، وحالنا الحقيقه لا يسر بهذه الاوضاع. اذا عدنا الى ديننا راينا الصوره الصادقه لحل هذه المشاكل. اما ارجع لديني في قضيه التركستان اعرف احلها، ولما ارجع لديني في قضيه المغرب هعرف احلها، ولما ارجع لديني في قضيه جنوب السودان هعرف احلها، وهكذا. البعد عن الدين لعله من اهم العوامل، او لعله اهم العوامل ويسبق كل العوامل لسبب هذا الصدام المتكرر. العامل الثاني الخطير جدا العامل الجهل. الجهل اذا انتشر الجهل فتكثر الازمات وتكثر المشاكل، لان المعلومه قوه. لما انا باخد معلومه بعرف اتحمس في اي اتجاه، او اخطط في اي اتجاه، او احط رؤيه مستقبليه صح. اما فقدان المعلومه الجهل الشديد، حتى الجهل احيانا بيبقى عند كبار محرك السياسات في الامه. يعني ممكن تلاقي الواحد محرك السياسه وجلس في جلسه مفاوضات بيتحكم فيها في مصير دوله، وما يقراش صفحه عن تاريخ الدوله اللي قدامه، وما يقراش صفحه عن تاريخ المفاوضات السابقه التي تمت على مثل هذه الطاوله. وهذه هي الاميه الثقافيه التي معني منها. يعني الاميه هي الكتابه والقراءه بالضبط، هي اميه ثقافيه خطيره موجوده. اللي عامل الفرقه، ما حصل عندنا نوع من التردي في نقطه من نقاط الصدام الا وراينا فيها فرقه بين المسلمين، فرقه في الصف واضحه، وهذه الفرقه تسبب الفشل بنص القران الكريم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ولا اقول ان الفرقه هذه ان الوحده شيء سهل، ده ربنا بيقول تعليقا على ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الوحده تحتاج الى صبر، تحتاج الى تنازل من الاخ لاخيه، تحتاج الى نظره للمصلحه العامه، وتوحيد للامه على معاني ساميه راقيه غير معاني الدنيا ومعاني الارض ومعاني الماده وما الى ذلك من معاني عند عامه الارض، وليست من المفترض أن تكون عند أمة الإسلام الأمة العظيمة. نعم. التي خلق الله عز وجل لتصل بالرسالة الحقيقية إلى العالم أجمع. الدكتاتورية أحد أهم أسباب المشاكل اللي بنقابلها الأمة الإسلامية. الدكتاتورية لها مشاكل هائلة كثيرة جدا، الرأي الواحد هذا له مشاكل ضخمة. لعل من أبرز مشاكلي أنه إن الرجل الدكتاتور هذا يأخذ رأيه من ذهنه فقط ولا يسمع إلى من حوله، دون وبالتالي فبيهمش يعني 20-30-50-70-100 مليون بني آدم عايش معاه، وبياخد هو بنفسه القرار لوحده، وهو الكل في الكل، ويفهم في كل القضايا. هذا أمر يضيع البلاد ويضيع العباد. وشفنا في كل نقاط الصدام الموجودة أن دايما بيحكم المسلمين في هذه الظروف قضية الدكتاتورية، وما فيش عندهم قضية شورى. الحاجة الثانية الخطيرة في الدكتاتورية أن لما الشعب بيلاقي أن رئيس هذا الشعب أو ملك هذا الشعب أو زعيم هذا الشعب يتصرف بهذه الدكتاتورية بيفقد الشعب الانتماء للبلد، فلا يتحرك، لأنه لا يتحرك من أجل هذا أو ذاك. بالزبط. إنما لو جعلت هذا الشعب يتحرك من أجل الله عز وجل، صدقني والله لا أسبانيا ولا أمريكا ولا الصين ولا كل النقاط الصدام اللي اتكلمنا عليها هتستطيع أن تقف أمام المد الإسلامي الجارف اللي هو بيعتمد اعتماد كامل على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. دي لعل ديت يعني نقاط بارزة إذا كثرت في أمة، والأسف الشديد هي تكثر في زماننا، ولذلك بتكثر نقاط الصدام نتيجة هذه العوامل. يحضرني بقى طالما حضرتك اقتربت من نقطة الدين في حل كل شيء، ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصدامات؟ كيف كان يحولها صلى الله عليه وسلم؟ هو الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه منهج فريد وعظيم، وكل مواقفه حكمة صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احنا للاسف الشديد ساعات اولا بنعرض عن السنه النبويه ونقول ان ده كان تاريخ مضى وفتره معينه وظروف اقتصاديه خاصه وظروف سياسيه خاصه و و و وهذا غير صحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج صالح لكل زمان ومكان. نعم. يعني ينفع في زمانه وينفع بعد 100 سنه ودلوقتي ولحد يوم القيامه، وهي زي معجزه الاسلام. هذه معجزه الاسلام، وهذا دين باقي الى يوم القيامه، وهذا الشرع الخاتم،
والكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى ليحفظ، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فالمنهج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمه منهج باقي إلى يوم القيامة. المشكلة الثانية ساعات لما بنيجي نتعامل مع هذا المنهج، المشكلة الأولانية أننا ساعات نعرض عنه كليا، المشكلة الثانية لما نيجي نتعامل مع المنهج ساعات بناخد موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ظرف مخالف اللي كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، لازم أنا كعالم دارس سنة ودارس سيرة نبوية ودارس تاريخ إسلامي ودارس واقع معاصر أعرف يا ترى إيه اللي يشبه حدثنا من الأحداث اللي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان لما أخذ حكم من حياته أسقطه إسقاط صحيح على حياة المسلمين. فعلى سبيل المثال أقول لك، من يجي مثلا لمشكلة التركستان، مشكلة التركستان ما بين مجتمع حربي ومجتمع إسلامي، يعني قوم محتلين عسكريين بيحاربوا العالم الإسلامي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رؤيته واضحة في مرحلة الضعف والقلة، كان بيعمل صلى الله عليه وسلم الدعوة والكف عن العدو ومحاولة الدعوة بالقرآن الكريم وتربية النفس والإعداد والصبر وما إلى ذلك من أمور، زي فترة مكة المكرمة والاضطهاد القرشي ليه. لكن لما تحولنا إلى إقامة دولة وأصبح لنا كيان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل بهذه الحلول، بل نزل القرآن الكريم ليأذن للمسلمين بالقتال ثم ليأمر المسلمين بالقتال والجهاد في سبيل الله، وجعل الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. لما نقرأ هذا الكلام وافهمه كويس واعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج جيش كامل لحرب الدولة الرومانية لما قتل أحد رسل المسلمين، ما بالك لو قتل شعب من شعوب المسلمين كان هيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ لما شعب التركستان يواجه الصين بهذه الصورة، يبقى أنا لازم أعرف كأمة إسلامية أن الحل الأمثل في هذه الظروف هو الجهاد في سبيل الله لتحرير التركستان. بتحاربني بقى الصين، بتحاربني أمريكا، بتحاربني روسيا، الكلام ده كله ما يفرقش معايا، هذا هو الحل الإسلامي لهذه القضية. إذا استخدمت هذا المفتاح فإنه يؤتي أكله ويؤتي ثماره ويؤتي حصاده. إذا استخدمت المفاتيح الأخرى فهذا لا يؤدي أبدا إلى النتيجة. طبق نفس الكلام على سبت يوم ليلة. هتقعد تقول لي سبت يوم ليلة بالمفاوضات سنة واثنين وعشرة ومية وستمائة سنة من المفاوضات، وما تحررت سبتة وما تحررت ميلة ولن يتحرر إلا بجهاد في سبيل الله. الكلمة مخوفة للمغرب، مخوفة للمسلمين، لكنها هو الحل الوحيد. أنا عندي صندوق لمفتاح واحد بيفتحه، لو استخدمت أي مفتاح غيره انسى أن هذا الصندوق يتفتح ولا يتكسر، لازم تدخل من الطريق الطبيعي والشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه لحل هذه القضية. ومن الجهاد أيضا دكتور، يمكن حركة في الحلقات الأولى عرفنا إزاي المسلمين جاهدوا بالفعل ووصلوا لربوع الدنيا مشرقا ومغربا. صحيح. يعني رغم المسافات ورغم طبعا صعوبة المواصلات ورغم وعورة الأماكن، لكن إزاي وصلوا بالفعل لتركستان الشرقية أو الصين ونشروا الإسلام هناك. صحيح. ودي قمة الجهاد يعني. يعني أنا عندي كل مراحل التاريخ الإسلامي راية الجهاد في سبيل الله مرفوعة في المواطن التي تستحق الجهاد. يعني أنا مش معنى أن أنا بطالب المسلمين بالجهاد أن أنا معنى كده أن أنا أمسك السيف وأطيح في العالم، بالعكس أنا ما بقولش كده، بالعكس إحنا نحن أكبر أمة دعت إلى السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وكلمة السلام في القرآن الكريم متكررة 140 مرة، وكلمة الحرب متكررة في القرآن الكريم 6 مرات فقط بمشتقاتها. فيعني هذا هو الفرق بين السلام والحرب. لكن إذا ضاعت الحقوق وانتهكت الحرمات وسلبت الديار وقتلت الرجال واغتصبت النساء، متى نتحرك بعد كل هذا الأحداث؟ هذه الأحداث تحدث في التركستان وتحدث في سبتة ومليلة وتحدث في جنوب السودان وتحدث في هذه البقاع كلها، متى يتحرك المسلمون إن انتزعت من المسلمين أملاكهم وديارهم وحرماتهم ومقدساتهم وهم لا يتحركون؟ إذا الجهاد في سبيل الله كان حلا نبويا لمثل هذه الظروف، لمثل هذه الصدمات التي بين المسلمين وبين المحتلين من غير المسلمين. طبعا المواقف الأخرى لها طرق أخرى. لما يعني نتكلم على قضية الخلاف بين المسلمين والمسلمين، زي مشكلة الجزائر مع المغرب، زي مشكلة المغرب مع موريتانيا، زي مشكلة أهل الصحراء الكبرى الصحراء الغربية مع المغرب، الصراعات زي دارفور مع السودان. لما أشوف هذه الصراعات الإسلامية كان حله إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ أشوف السيرة النبوية وأرجع ألاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد موقفا بين الأوس والخزرج فيه حرب بين الطرفين، فقام إليهم وقال الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام؟
يعني ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيفكرهم بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. تمام. الله الله وانا بين اظهركم ثم اعادهم الى الكتاب والسنه. عندما عادوا علموا انها كانت نزغه شيطان ونزلت دموعهم واحترق بعضهم البعض وتركوا السلاح. وناخد فصل. وناخد فصل. فصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم فكونوا معنا. يمكن قبل الفصل اتكلمنا عن اهم نقطه في هذه المواضيع كلها وهي كيف كان صلى الله عليه وسلم يحل ويعني يفكر في مثل هذه الصدمات صلى الله عليه وسلم بفكره وعقله الراجح. هذا ما كنا نتحدث عنه دكتور راغب. وأريد أن يعني نسترسل فيه إلى حد ما كي نتعلم وكي تتعلم كل الأمة كيف كان نهجه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ورسول الله السلام في يعني قلنا ذكرنا موقفه في مع التعامل مع القضايا الجهادية أو قضايا انتهاك الحرمات. وقلنا ان الجهاد في سبيل الله كان حل واضح جدا في عينين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تنتهك حرمة المسلمين. وفي قضايا الإسلام مع المسلمين مع مسلمين كان يذكرهم بالله عز وجل. الله الله أبدعوى الجاهلية ولا بين أظهركم. لما بيكون النهج الإسلامي غير واضح عند المشتركين في القضية ما بتنفعش معهم هذه التذكرة. لكن أنا أروح أذكرهم لما تكون الأصول الإسلامية الحمد لله واضحة عندهم وجلية. عشان كده دايما بيقولوا العودة إلى الدين، العودة إلى الدين، العودة إلى الله عز وجل، هذا تحفظ الأمة من شرور مثل هذه المشاكل. الموقف الثالث اللي أحب أشير إليه اللي هو إذا حدث صدام، نقطة صدام بين مسلمين وغير مسلمين في كيان واحد، يعني في دولة واحدة، في قطر واحد، زي ما بيحصل في السودان مثلا مع جنوب السودان في وثنيين وفي نصارى ومع المسلمين في شمال السودان. لما يحصل حاجة زي كده ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ أنا شفت موقف زي كده في السيرة النبوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل رسالة أرسلتها قريش إلى المشركين في المدينة المنورة قبل أن يسلموا، وهذه الرسالة بتحضهم على قتل المسلمين الموجودين في داخل المدينة المنورة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هنا ما ينفعش يقولوا الله الله بدعوة الجاهلية لأنه في نصهم مسلم ونصهم مشرك. فماذا خاطبهم؟ خاطبهم قال والله ما كانت قريش لتكيدكم بأعظم مما تكيدون به أنفسكم، تريدون قتل إخوانكم وآبائكم وأبنائكم. فذكرهم بالعوامل التي تربطهم سويا مع بعضهم البعض. بالكيان الذي يضمهم، بالمدينة المنورة، بالشعب الذي ننتمي إليه، بالمواطنة التي نعيش فيها. فذكرهم بهذه الأشياء. فألقى المشركون والمسلمون سيوفهم ولم يحاربوا بعضهم البعض. في داخل كيان واحد، وحد بذلك صلى الله عليه وسلم كيان المدينة المنورة، وكان في أخلاط مختلفة من الجنسيات. فأنا محتاج أقرأ السيرة النبوية بدقة وأعرف نفس الوقت الواقع الإسلامي بدقة، وأقول يا ترى ماذا يناسب هذه القصة في واقعنا من أحداث السيرة النبوية، وعندها تتضح الرؤية عند عامة المسلمين. يبقى احنا ذكرنا نقاط كثيرة جدا من نقاط الصدام وكيف كان يتعامل معها صلى الله عليه وسلم، ولكن هل بذلك ربما أو هل يمكن يتسلل اليأس إذا صح التعبير لكثير من السادة المشاهدين بكل هذه النقاط التصادمية في شتى بقاع الأرض؟ والحقيقة ممكن يعني إذا كان المسلم ما هوش فهم دينه صح يتسلل إليه اليأس عندما يرى هذه المشاكل الكثيرة. لكن لو فهم دينه صح هيعلم أن اليأس ليس من شيم المؤمنين، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا يدخل إلى قلب اليأس أبدا. المؤمن قد يحزن، يحزن لمشكلة من المشاكل حدثت، لكنه لا يمكن أبدا أن ييأس من رحمة الله عز وجل. دائما يسعى إلى تحقيق الخير ويتيقن في حدوثه إن لم يكن في زماننا ففي الزمن القادم أو الذي بعده. اليأس منبوذ تماما في الفقه الإسلامي وفي المنهج الإسلامي. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة جدا جدا تحض المؤمنين على التفاؤل وعلى البشرة وعلى توقع النصر وعلى اختيار الأمل والتفاؤل كمنهج حياة مستمر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول ربنا في موضع آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني ليس فقط في يوم القيامة النصر يكون بدخول الجنة، ولكن يكون في الحياة الدنيا الدولة الأخيرة تكون للمسلمين والعاقبة للمتقين. يعني هذا دائما يعني الوعد بالنصر والتمكين في آيات القرآن الكريم كثيرة جدا، لدرجة أن ربنا بيقول في سورة الحج من كان يظن، شوف مجرد الظن، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. سبب في الآية معناه حبل،
والسماء في الآية معناها السقف. نعم. يعني يعمل مشنقة ويشنق نفسه. الذي يشك في نصر الله بطن الأرض خير له من ظهرها. مش عايزينه في هذه الأمة. سبحان الله. الذي يشك في نصر الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى بيفتح المجال الواسع للأمل حتى مع الظروف الصعبة. سيدنا رسول الله السلام في مواقف كثيرة جدا بيبشر المسلمين أن الأمل كبير وأن النصر قادم حتى وإن كان على الدول العاتية. نعم. في العالم حتى وإن كان على الفرس وعلى الرومان وعلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم وهو محصور في الأحزاب في موقف من أشد مواقف التاريخ ألما وصعوبة إذا بي يقول للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بعد أن يكسر الحجر الله أكبر أعطيت فارس ها أنا أرى قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا ثم يضرب ضربة أخرى ولو الله أكبر أعطيت الشام ها أنا أرى قصور الحمراء من مكاني هذا ثم الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت اليمن ها أنا أرى أبواب صنعاء من مكاني هذا يتحدث عن اجتياح الدولة الفارسية القطب الثاني في العالم ويتحدث عن اجتياح الدولة الرومانية القطب الأول في العالم في ذلك الوقت ويتحدث عن اجتياح اليمن وكانت أحد الممالك الفارسية في ذلك الوقت هذا كله هم محصورون في داخل الأحزاب والصحابة يسمعون ويصدقون ويوقنون بصدق هذه الكلمات وهذا اليقين هو الذي أهلهم بعد ذلك أن يفتحوا فارس وأن يفتحوا اليمن وأن يفتحوا الشام وأن ينساحوا بعد ذلك إلى ربوع الدنيا جميعا اليأس يا أخي غير مقبول بالمرة في منهج الإسلام إذن دكتور كيف نقلل من هذه النقاط الصدام في شتى بقاع الأرض والله أنا أرجع أقول ومش هزأ من الكلام ده العودة 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 إلى الدين الإسلامي بكل بنوده أخذوا كده كله على بعضه زي ما قلنا قبل كده ألف مرة باكج يعني حزمة واحدة هاخد الإسلام بكل شرائعه هاخده في السياسة في مفاوضاتي في خطبي اللي بقولها السياسية هاخده في القضاء بتاعي هاخده في معاملاتي الاقتصادية هاخده في التعامل الدولي مع العالم هاخده في معاهداتي اللي بكتبها هاخده في معاملاتي الإنسانية بيني وبين جاري وبيني وبين أهلي وبيني وبين أبي وأمي ومع أولادي بيني وبين كل العالمين إذا أخذت الإسلام بهذه القوة خذ الكتاب بقوة نعم. تمسكت بكل صغيرة وكبيرة فيه وحدت أمتي على أساس القرآن والسنة لم أوحدها على أساس العرق أو القبلية أو القومية أو العربية أو ما إلى ذلك من الأمور إنما على أساس الإسلام هنا تستطيع أن توحد الأمة في طريق صحيح هنا تستطيع أن تنتظر البركة نعم. من رب العالمين سبحانه وتعالى إذن دكتور يتبقى لنا كلمة أخيرة لكل السادة المشاهدين والمشاهدات في شتى بقاع الأرض أنا الحقيقة بقول لكل المشاهدين والمشاهدات كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا منكم تقبل الله طاعتكم هذه أيام سعيدة قضيناها سويا ومن أسعد ومن أعظم حقيقة ومن أفضل في ظني البرامج التي قدمتها هذا البرنامج لأنه يحمل هم المسلمين ويفتح قضايا أغلقها الكثيرون إما عمدا وإما جهلا وأتمنى لهذا البرنامج الاستمرارية بعد شهر رمضان إن شاء الله عشان يفتح قضايا جديدة جدا ما كلمناش فيها قضايا فلسطين قضايا العراق قضايا أفغانستان الشيشان كشمير بورما تايلاند نقاط صدام هائلة في العالم الإسلامي كلها كل ما تفتح نقطة هتحس إن دي أهم نقطة مفروض نعيش فيها ودي أهم نقطة ودي أهم نقطة ما أكثر هذه النقاط المهمة أنا بقول للسادة المشاهدين جميعا ومشاهدات إن إحنا ما فتحنا إلا مجرد صفحات وهذه الصفحات تحتاج إلى جهد جهيد وارجعوا اقروا ودوروا وأنا أدعو السادة المشاهدين ومشاهد جميعا إلى موقع islamstory.com قصة الإسلام اللي إحنا قلناه ده هتلاقوه مفصل بشكل أكبر وبخرائط موضحة وبصور وبأدلة وبراهين وإثباتات وهتلاقوا قضايا أخرى كتيرة جدا مهمة بالزبط. وننتظر تعليقاتكم وإسهاماتكم ونصايحكم وتصحيحاتكم وتصويباتكم وإحنا كلنا أمة واحدة لنا هدف واحد نصرة هذه الأمة وإن كنت صادقا في ذلك الأمر فسيحققه لك ربك سبحانه وتعالى وسترى النصر بعينك إن شاء الله وأنا باسمكم طبعا أدعو كل السادة المشاهدين والمشاهدات بالفعل لأن اللي ما دخلش على الموقع فقد خسر يعني خسارة كبيرة جدا بالفعل لأن دخلت على الموقع بنفسي يا جماعة لقيت كل اللي احنا اتكلمناه ده في شهر كبير شهر كتير طبعا 29 حلقة أو 30 حلقة يمكن هي نقطة من بحر كبير جدا موقع جميل جدا بالفعل يا جماعة مش بقول كده مبالغة ولا حاجة لكن اتعرفت فيه على جزء ولو قليل من أحوال الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف الحلقات الأستاذ الدكتور
راغب السرجاني على علمه الواسع الجزير بالفعل. وطبعا أشكره شكرا جزيلا على إفادته لنا جميعا في هذه المعلومات، وكل عام وأنت بخير. وكما قلت لكم لم نقل ذلك كلاما، ولكن لأن نحبكم عدد حبات المطر، إن نحبكم عدد أوراق الشجر، إن نحبكم عدد حبات المطر، إن نحبكم كما يعشق الطفل أمه وقت الصغر. ولكن عذرا فإني مهما قلت فلن أوفيكم قدركم، فأنتم مشاهدين مشاهدي قناة الناس بين أبناء البشر كلؤلؤة بين جنبات الحجر. أرجو لكم أوقاتا تغمرها باجة الإيمان وروعة المحبة والسلام، كل عام أنتم بخير. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.